الله سبحانه وتعالى. وهذا خير ما يحسيه إلى الله سبحانه وتعالى من الموت والروح والمجيد إلى الخير سبحانه. جزاء عنا كل خير الخطبة المكتوبة شيء سيدي أحمد الجنة لكن يعزز هذه المسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في وحدة الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي وقفنا عليه في العمل نتاعو جميع الصيغ نتاعو